رافع الضريبة مش منطقي طبعا. كتير السعر صار غالي، الضريبة كتير صارت عالية، الأسعار هاي مش حيتحملها الناس يعني. رفعوها 23% تقريبا، شيء مضاعف كتير يعني. كان بالعادي انه الرفعة تصير لغاية قرشين ثلاثة أربعة، بس لغاية انه دينار لكل فئة، وفئات دينارين وفئات 12 دينار كتير كبيرة. بس أنا ما بتفرق عندي يعني كمواطن، أنا يعني بالشهر تعبي بطاقة، ولا بالسنة بجوز أغير موبايل. بس الناس بطلت تشتري بطاقات بسبب رفع يعني سعرها بشكل عالي جدا شوي، يعني تقريبا النص خلينا نحكي ارتفعت سعرها، فالناس مش عم تشتري عادي بطاقات، صارت توجد بديل انها تقدر تحكي عن طريقه يعني. بطاقات شحن انا بالنسبه اول 3 ايام ما كانش عندي بطاقات شحن، فيش حدا كان راضي يبيعني من تجار الجمله، انه كله شكله بيخبي بخلي عنده عشان يبيع بعدين على السعر الجديد، لأنه هلا كله على السعر الجديد صار. أنا واحد من الناس يعني من 4 أيام يمكن ما بعت جهاز أو جهازين. الناس عم تاخد عادي يعني، في ناس عندهم عم تاخد عادي، بس إحنا ما عم بنبيع. هو البيع ما تأثر صراحة، ما يعني أنا بدي أعبي بطاقة قبل شوي، بدي أحكي تليفون ما أحكيش، حق البطاقة أمي 5 كنت أشتريها ب6.5، هلا صارت 7.5 ما أحكيش تليفون، لا بدي أحكي بدي أعبي. اللي كان يشتري بطاقة 5 صار يحاول يرتب أموره على بطاقة من 3. يعني مش حكي للمكالمات الضرورية للشغل، صرت بدل ما استخدم ابعت رسالة او ابعت رسالة عادية SMS او اشي، صرت ابعت مثلا واتساب، انه ما فيها تكاليف او اشي زي هيك. كل اللي رح يشتغل هلأ كله الفايبر والواتساب والشغلات هاي اللي رح تشتغل هلأ، بطاقات لا. يعني هي بالنهاية شوف، احنا مارجن الربح تبعنا او مربحنا هو ما رح يتغير يعني، هو ان كان يعني عفوا اذا مثلا الموبايل علي ب100 دينار هو رح اربح مثلا الخمس دنانير لنفرض، يعني صار ب200 دينار علي برضه بدي اربح الخمس دنانير، فما رح تفرق معي هي من ناحية. بس هي الفكرة الموضوع المتضرر الاول والاخير هو المواطن. هي يعني بدفع يعني 6 دنانير ونص، لو دفعت 8 دنانير عادي ما بتفرق. هلا هو المتضرر اكثر مني اللي بالشارع، وطبعا انا متضرر زيهم، انا لما اشتري برضه انا برضه بدي ادفع حق الثمانية من الاول، هو ما بختلف شيء، بس هو الاختلاف طبعا هسه بصير واحد جماعة ابو رن بتزيد اكثر من هيك مش حتزبط علي. 8 على 8 على 8 بنسكر ابو جراتهم ونروح.